انطلقت بواحد الفكره انني شغوفه به، وطالما الانسان شغوف بواحد الحاجه اللي كيدير فما عمره ما يوصل ولو لثانيه انه يفكر انه ينسحب. سبب الغياب ديالي على القناة اللي كنظن تقريبا غبرت على القناة شهرين حتى شهرين ونص. دونك بلا ما نطول عليكم يلا ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع، لكن قبل من هادشي هذا كامل اللي مازال ما اشتركش معايا في القناة يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك، يفعل جرس الاشعارات باش كومصابلي ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. اضافه الى ذلك الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تفرقعوها بلي لايك، الى ما عجبتكمش فرقعوها بلي ديسلايك اوسي. صراحه عندي الدنيا هانيه والسما صافيه. وحاولوا انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. أنا جاوني بزاف ديال التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص على مستوى الانستغرام وعلى مستوى الفيسبوك. بزاف ديال الناس سولاتني علاش هضرت علينا هند، حنايا توحشناك، توحشنا الجديد ديالك، ديما كتعطينا في الفيديوهات ديالك الطاقه الايجابيه. الصراحه ما سخيناش بك، واش سبب الغياب؟ واش كنتي مريضه؟ واش يعني ظروف العمل ديالك هي اللي ما كتسمح لك شي باش انك تصور، باش انك تنزلنا الفيديوهات؟ واش صافي مليتي؟ يعني شفتي ان المشتركين ما كيتزادوش، واحد المره كيتزادوا واحد المره كينقصوا، واش هادشي هذا عصبك؟ واش وترك على داكشي باش وقفتي؟ فهاد الفيديو غادي نعطيكم كاع الاسباب اللي الصراحه منعتني باش انني نقدم لكم الجديد على القناة ديالي خلال هاد شهرين هاد. دونك في عوض غادي نبقى نجاوب كل واحد فيكم على حدة، قررت ندير هاد الفيديو باش اللي بغى يتعرف على سبب الغياب ديالي يدخل مباشرة للفيديو. ألوغ الصراحة سبب الغياب ديالي على القناة ماشي أنني مليت، ماشي أنني ما عنديش مواضيع جديدة اللي نقدم لكم أبدا، حيت انا النهار اللي قررت انني نبدا وننطلق في هذا المجال راه انطلقت بواحد الفكره انني شغوفه به، وطالما الانسان شغوف بواحد الحاجه اللي كيدير فما عمره ما يوصل ولو لثانيه انه يفكر انه ينسحب اطلاقا. حيت الانسان اللي شغوف بشي حاجه ديما كيحاول يخدم على ذاته باش يقدم احسن ما عنده، وانا في الحقيقه كنشوف مازال ما قدمت والو في يوتيوب ومازال عندي ما نقدم. كنتمنى فقط ان المواضيع اللي كنطرحها عليكم تكونوا كتستافدوا منها ولو الشيء القليل. فانا واحد الانسانه ماشي غادي يجي واحد ويفرض عليا ويقول لي نعطيك قده وقده وديري اليوتيوب، لا ما نعملوش. انا كنعمل واحد الحاجه اللي كنحس فيها بالراحه وكنبغيها باش نقدر نعطي فيها احسن ما عندي، سينو ما نعملهاش. وكاين الناس اللي قالوا لي واش مليتي؟ علاش غادي نمل وانا ان شاء الله بديت؟ راه الناس خدموا تقريبا 4 سنوات 5 سنوات عاد باش طلعت لهم القناه، انا راه باقي ان شاء الله قفلت العام. واليوتيوب خصو العمل الدائم والمستمر، خصني على الاقل نبقى ننزل يوميا لي فيديو. انا نظرا لكثره الالتزامات اللي عندي ولضيق الوقت على داكشي ما كنقدرش ننزل دابا وساعه، ويلا نزلت 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 كنزل مثلا فيديو في السيمانه او جوج ديال لي فيديو. رغم انني في القناه قلت لكم باللي غادي ننزل لي فيديو ثلاثه الخميس والسبت، هذا من جهه، من جهه اخرى غير باش نقربكم اكثر من البرنامج ديالي
راه ملي كنبدا العمل في 10 ديال الصباح كنتهي حتى 10 ديال الليل. فالصراحه ما كيبقاليش الوقت باش انني نصور. واش غادي نصوركم بالليل؟ انا كنفضل الصراحه التصوير بالنهار باش كنستعن بالاضاءه ديال الشمس حيت هي احسن اضاءه. واخا تشريو يعني الماتيريال ديال الدنيا والدين اللي كيعاونوا في الاضاءه، ما غادي تعطيكش نفس الاضاءه ديال الشمس. لكن في نفس الوقت رغم وجود هذه الالتزامات هذه، راه كنفكر في مواضيع جديده اللي غادي نقدمها لكم باذن الله تعالى في القناه ديالي. بغيت نقدم لكم شي حاجه جديده، ونيت نتوما ملي تتفرجوا في لا فيديو تحسوا باللي كاين واحد التغيير، كاين واحد اللمسه مغايره غير اللي كنت كنقدمها في الفيديوهات السابقه. فانا مازال مستمره في اليوتيوب، مازال غادي نعطي فيه بزاف ديال الحوايج، ومازال عندي طاقه انني نقدم فيه شيء كثير. شكرا بزاف على السؤال ديالكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. صحيح ان القاعده الجماهيريه ديالي في القناه صغيره، يعني في حدود 497 مشترك، ولكن انا بالنسبه لي عندي هذيك هي الدنيا وما فيها. ناس دعمتني من البدايه، ناس تاقت في المحتوى اللي كنقدم، ناس ديما كتشجعني وديما يعني كتموتيفيني بواحد الطريقه اللي انا شخصيا كنفرح. راه اي تعليق كيجيني، اي جيم، اي لايك، اي ديزلايك، حتى الناس اللي كيعملوا لي ديزلايك راه كيعطيوني طاقه، طاقه ايجابيه اكثر باش انني نزيد نخدم على راسي ونزيد نخدم على المحتوى ديالي باش نقدم لكم شي حاجه اللي تكون في المستوى اللي كيليق بالعقول ديالكم واللي كيليق بالقلوب ديالكم الطيبه. صافي، كنظن انني وضحت سبب الغياب ديالي. ان شاء الله جايه فيديوهات قويه بزاف، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، كنتمنى انني كنت خفيفه وظريفه على قلوبكم. نتلاقاكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. تهلاو ليا فلوسكم، سلام عليكم.